ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب دايما. انا احمد عبد الهادي من قناه سيمبا، والنهارده جايت لكم بفيديو جديد. وقبل ما نبدا فيديو النهارده يا جدعان، زي ما احنا متعودين خلينا كلنا نصلي على النبي. صلاه النبي قلنا ان هي بتفيدني عشان اخليك تصلي على النبي، وهتفيدك عشان هتبقى صليت على النبي، فانت هتاخد ثواب وانا هاخد ثواب. وندعو ربنا بنيه صافيه انه يصرف عنا البلاء والوباء اللي لسه ولحد ما زال النهارده منتشر في العالم كله. فندعو ربنا انه يصرف عنا البلاء والوباء ده، امين يا رب. فيديو النهارده يا جدعان، طبعا زي ما انتم عارفين ان انا البنج ثابت عندي على 200، فمش عارف العب ولا انزل حاجه جديده. فالجيم ده كان بالصدفه كده عندي على الايباد، فجبت لكم قصه حلوه ولذيذه هنا، وهي قصه مختلفه لعبه بابجي. ففي الدقيقتين ثلاثه دول هحكي لكم عن الراجل ده شويه، قصته لذيذه قوي ممتعه، وتحفز اي حد عنده محتوى جديد او اي حد بادئ يعمل محتوى عن بابجي. فانت لما تسمع قصه الراجل ده هتشوف بنفسك قصة مخترع لعبة بابجي من فاشل إلى ملياردير. مبدئيا كده، الراجل اللي اخترع لعبة بابجي ده كان اسمه بريندان جرين، جنسيته ايرلندية، اتولد سنة 1980، عنده 40 سنة. الراجل ده فشل في كل المهن، ما نجحش ولا في مهنة ولا نجح في أي حاجة طول حياته. مراته هربت منه واتطلقت، وأصحابه قطعوه، راح منعزل عن الناس بعيد عنهم. لكن عمل حاجة محدش توقعها، اللي بالفشل لنجاح كبير، ابتدى إن هو يكسب مئات الملايين الدولارات. خلص الثانوية العامة سنة 1998 ودخل كلية الفنون لحبه في التمثيل. لكن بعد ما اتخرج فشل برضه انه ياخد مهنة في التمثيل بسبب انه ما عندوش واسطة زي ما هو كان بيقول. دور على شغل تاني واشتغل في تصميم الجرافيك وبرمجة المواقع عشان يكسب فلوس ويعيش منه، لكن برضه ما نجحش في بلده. راح مسافر البرازيل عشان يشتغل هناك مصور ومصمم صفحات ويب. الحظ ما كانش معاه، الراجل ده كان منحوس قوي في بداية حياته. الحظ ما كانش معاه وفشل في الشغل ده كمان، فاخد قراره انه يحترف الموسيقى. اشتغل موزع موسيقى والف كذا مقطوعه، والمقطوعه اللي هي شباب الاغنيه القصيره كده. لكن فشل تاني وما نجحش في الاغاني، وكواحد من جيل الثمانينات طلع غضبه في الالعاب. بدات قصته مع العاب الفيديو من طفولته في الاتاري، وفي التسعينات اشترى كمبيوتر وكان بيلعب لعبه دوم كانت مشهوره على الكمبيوتر، وفي ثوره الاتصال بالانترنت ايام التسعينات لعب العاب جماعيه، يعني انا وانت وناس تانيه زي بابجي كده دلوقتي. واللعبه اللي كان بيلعبها هي دلتا فورس. وبعد فتره ما بقاش يلعب العاب جماعيه بسبب انشغاله بالجامعه وانه يدور على زوجه ويدور على شغل وكلام من ده. ولما ما لقاش لا شغل ولا جواز رجع تاني للالعاب وانعزل في البيت برضه. وفي وقتها كانت لعبه ارما 2 هي اللعبه المشهوره. فاستغل ان مبرمجين اللعبه عطوا فرصه للاعيبه بتعديل قصه اللعبه، فقعد يعدل فيها ويضيف حاجات كان شايفها ناقصه في اللعبه دي. ظبطها لحد ما خلى كل قرار اللاعب بياخده في اللعبه كان من دماغه، كان قرار مصيري في القصه. قرر بعدها انه يحط وضع جديد يخلي اللاعبين يقدروا يلعبوا ضد بعض. لكن جرين ما كانش مطور العاب، لكن كان عنده خبره قليله، اضاف حاجات في اللعبه وشاركها مع اللاعبين عشان ياخد شعبيه كبيره في العالم. اتشهر انه مطور العاب، لكن هو كان مجرد شخص بيحب الحاجه دي، ما درسهاش ولا اي حاجه. عجبه موضوع تطوير الالعاب، وفي يوم اتفرج على فيلم ياباني اسمه باتل رويال. والفيلم ده عباره عن مجموعه من الطلبه بيقتلوا بعض في مكان واحد. اتاثر بالفيلم وجت في باله فكره تحويله للعبه. اتواصل مع شركه العاب كوريه مشهوره وعرض عليهم الفكره، وأضاف للفكرة بعدا دراميا بأن اللاعب كما الواقع له فرصة واحدة فقط، يا إما يموت يا إما يعيش. وافقت الشركة على الاقتراح وبرمجت اللعبة ونزلتها في السوق عام 2017. حققت اللعبة نجاح عالمي من أول يوم نزلت فيه السوق، وبعدها نزلت على التليفونات واللي هي بقى اسمها بابجي موبايل، وحملها 2 مليون شخص خلال شهر واحد بس. جمع بريند ثروة قدرها 200 مليون دولار خلال أول 4 شهور بس. هو ده الراجل اللي اخترع لعبة بابجي، من فاشل لواحد بقى يعتبر من اغنى ملايين العالم بسبب لعبة بابجي. وبتيجي انت في الاخر عندك محتوى بادئ محتوى جديد، جايلك 5 6 تعليقات سلبية، زعلان قوي واهل نفسك او ان انت بيجيلك تعليقات سلبية. طبعا اذا كان اللعبة اللي انت هتقدم عنها محتوى ذات نفسها، صاحبها كان فاشل ومراته اتطلقت منه واصحابه باعوه وسابوه، وهو دلوقتي بقى راجل من اغنى الانهار العالم. فلو انت بادئ محتوى جديد، فانت خد قصة الراجل دي اكبر حافز ليك واكبر قدوة ليك في المحتوى اللي انت هتقدمه. فمش عشان بقى 5 6 عيال خنازير بيكتبوا لك تعليقات سلبية او كده تصرف من دماغك فكرة المحتوى اللي انت بتقدمه او هدفك اللي انت حابب انك تمشي وراه. بس يا جدعان، هي دي كانت قصة الراجل دي، حبيت اشاركها معاكم هنا بمناسبة ان انا ما بنزلش فيديوهات، فقلت اهو اي فيديو ينزل كده عشان القناة ما توقعش وكده. وسلام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.